الرحمن الرحيم. نحن كنا مثلكم. باب الاتحاد كنا هكذا. نمشي ونسير نبى نوصل إلى شيء. وظلينا 25 سنة ونحن نمشي في هذا الطريق. فالآن وصلنا إلى بعض الأشياء اللي نحن نريدها. وصلنا إلى كنا وصلنا إليها بصبر، ما وصلنا إليها بالراحة. أنتوا أمامكم خيركم وأنتم على أرض الخير، بس عبروا بأنفسكم بعقيدة خالصة عبد الله ومن الوطن. هذا الوطن وطنكم، وطنكم أنتم. العلم ما يخالف، اليوم تعلمتم، اليوم تعلمتم كم كثر الخريجين، كم كثر اللي موجهين على تخريج. اليوم أنتم أمامكم هاي الوطن، حلوا محل هذه أميات الألاف، أميات الألاف اللي يجون من أقصى الغرب وأقصى الشرق يكسبون في بلدكم وفي وطنكم. هذا الكسب أنتم كسبوا. الحقيقة أن الحياة عمل من البداية إلى النهاية، عمل وكفاف، والتاريخ يسجل والأبصار تنظر والعقول تميز. وعملوا لأن العمل هو قيمة الإنسان، العمل قيمة الإنسان، الإنسان بدون عمل ما له قيمة، بدون عمل وبدون سمعة جيدة وطيبة ما له قيمة، ما يسوى شيء. وكل ما عملته ما هو إلا لهذا الشعب ولهذا الوطن، ليسعد الشعب هذه الدولة، وربنا يوفقنا لكل خير وكل ما فيه صلاح وكل ما فيه من التقدم لشعب دولة الإمارات الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.